ما هو الدليل على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؟ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يجوز التعريض دون التصريح. نعم، المراد بالسر النكاح، لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، يعني لا تصرحون تقول أنا ودي تزوجك ودي أنكحك ودي، لا يجوز هذا، لأن قد تتسرع وتقول انقضت عدتي، إذا صرت بها الزوج تطمع فيه وتقول انتهت عدتي وهي ما انتهت، لذلك منع من هذا. نعم.